إخواني السلام عليكم، تحياتي لكم، مرحبا بكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، بصحة مزيانة وفي أمان الله وحفظه، ونتمنى تكون بداية أسبوع موفقة. نتوما في المغرب عندكم اليوم، راه اليوم عادي، حنا عندنا اليوم عطلة، عندنا شي عيد اليوم، اليوم جلسنا اثنين، إيوا غدا إن شاء الله خدامين. المهم، في هذا الفيديو هذا بغيت نتكلم على واحد الفقيه مسكين، واحد الشيخ، واحد الخطيب الجمعة في وجدة، اللي مسكين تا هو كان ضحايا ديال التخنشيل. واتصل بي احد الاقارب ديالو اللي هو يمكن ابن العمه ديالو، وعطاني شي معلومات عليه. لكن قبل ما ندخلوا للشيخ والخطيب، عندي واحد الملاحظه بغيت نقولها. انا اليوم حطيت واحد الفيديو تكلمت على واحد المفارقه عجيبه عندنا حنايا. دابا حنا المغاربه كنتشكاو، وهذا خصو موضوع اخر، انا نتكلم عليه دابا غير يعني غير باختصار، ما راه خصو فيديوهات. طب حنا كنتشكاو من الناس ديال افريقيا جنوب الصحراء، حنا افارقه ولكن الناس ديال جنوب الصحراء مهاجرين، و الناس اللي باغيين الخدمه في النظام يجي كيقول لك راه الدوله هي اللي قاصده تدخل هذوك الناس هنا باش تحارب الشعب وباش نظريه المؤامره وديك الهضره الخاويه. في الوقت اللي مسألة الهجرة هي مسألة، هي مشكلة عالمية حاليا. يعني إلا قلتي أنت بأن راه الملك أو النظام الملكي قاصد، عرفتي أنا سمعته من عند وحدين يعتبر بين قوسين يعتبرون مناضلين ومعارضين ذاك التخلميس. يعني أنت إلا قلتي راه الملك قاصد يدخل المهاجرين ديال جنوب الصحراء باش يحارب الشعب وباش يقضي على الشعب وباش يقضي على التواجد ما نعرف البيولوجي المغاربه وداك الشيء، راه بحال انت كتهم ميركل انها بغات تقضي على التواجد البيولوجي ديال الالمان، كتهم امريكان في عهد اوباما انها بغات تقضي على التواجد البيولوجي ديال الامريكيين في عهد هذاك اللي كان ترامب فاش وقع داك الشيء مع المكسيك، ملايين ديال الناس ديال لاتينو غاديين حاركين الامريكان في هجرات جماعيه، كذلك في المانيا. مشكله الهجره مشكله عالمية، وحنا في هذه المنطقة ديالنا اللي كيزيد يأزم لينا هذه المشكلة هما الجيران، وحنا ما كنتكلموش على هادشي مع الأسف، بحال ما نعرف هما كيجيو عندك وكيشريو من عندك الحشيش وكيديو لعندهم كيديو سلعة نقية وكيكميوها، وفي الآخر يجي يقول لك أنت كتهرق علينا بلادنا بالحشيش، وحنا هما اللي كيصيفطوا لنا القرقوبي وكيصيفطوا لنا المهاجرين. مهاجرين الافارقه كيحلوا لهم الحدود ويقولوا لهم سيروا للمروك مسكتين. فهاد المشكله ديال اللاجئين الافارقه عندنا في المغرب مهاجرين، هي خصنا نشوفوها من واحد المنظور انساني اولا، واحد المنظور قانوني اللي بغى يدخل المغرب مرحبا، لكن دخل بشروط القانونيه، دخل سير خذ الفيزا ديالك ودخل مرحبا بك، غادي يتحرك غادي يردك لبلادك صافي سالينا، غادي تجي غادي دير ليا المشاكل في البلاد كاين القانون نرجعك لبلادك. وهادشي ما غاديش يوتر العلاقات الدبلوماسيه بيننا وبين البلد الاصل ديالو. لكن انا علاش تكلمت على هذا الموضوع وتكلمت على المفارقه ديال اننا حنا كنبقاو نتشكاو من المهاجرين الافارقه عندنا في البلاد، ونقولوا شوف شنو كيديروا شنو كيديروا شنو بغاو يقضيو على 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 العنصر المغربي، وشوف وحنا عندنا الناس كتهاجر لاوروبا وكيديروا الزبايل وباغيين ما عرف شنو باغيين يديروا، احياء كل هذه المهاجرين ويدبزوا مع البوليس ويسرقوا ويجريسي ويديو فلوس سوسيال وحديت ولا حرج. فاش كيجي مواطن ديال هذيك البلاد يهضر ماشي يقول لهم لا نتوما راه خايبين، يقول لهم غير لا راه هادشي بزاف وهادشي كيهدد بلادنا، لا يقولوا لي انت عنصري وانت نازي. انا هذه المفارقه اللي تكلمت عليها واللي كان السبب ديال انني نتكلم على هادشي هي اليوم شفت واحد الفيديو، شفتو الفيسبوك علمني بزاف. واحد خير واحد المجرم مشى هز واحد السيف ومشى هجم على مول الحانوت، كانوا مساكن دوك مالين الحليب. انا تفكرت بو فاش شفت هذاك المنظر، با مسكين كان كيفرق الحليب، مشى هجم على موالين هذوك كيفرقوا الحليب مساكن، ومشى هجم على مول الحانوت، يا
وهز داك السيف قد هكا وكيضرب وهز دوك هذاك ديال الحليب وكيفير على 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 مول الحانوت مسكين. مول الحانوت شنو دار؟ ما صافي كلشي هرب قاير هو وياه، مشى هز الزروطه ودافع على راسه طلع راجل مول الحانوت الاخر هرب، مول السيف هرب ورجع لور 70 متر وكيضرب سميتو بصنادق الحليب. انت عندك سيف وهربانو كتضرب صنادق الحليب، ما عندك صحاش دخلك انت لهادشي، ما عندك صحاش دخلك لهادشي. وعلاش حنا علاش حنا ما بقاتش عندنا ديك القضيه ديال ندبزو بيدينا؟ علاش ضروري خصنا نهنها السيف؟ دونك الا هزيتي السيف ما عندكش البوادر، ما عندكش الدرع باش تدبز بيديك، حيت راك راجل خصك تدبز بيديك، راجل راجل وكاين ما عندكش سوفل باش تدبز بونيه، راجل راجل ما عندكش، خصك السيف وترجع وهذا وهذا وتخلع الناس بداك السيف وبداك الشيء. لكن عجبني مول الحانوت تبارك الله عليه، طلع راجل هز الزروطه وخرج دافع على راسو كيدافع على راسو. وهذا الفيديو غادي نوري لكم شي نهار هنا باش تعرفوا كيفاش نقزت، كيفاش مشيت للمشكله ديال لي زافريكا عندنا في المغرب. باش كنقول دابا كاين الاف الفيديوهات الناس كيتشكاو الشباب ولا فريق قهرونا واقع هو كيشدوا هاد البنت ولاو كيجريسيو ولاو كيغتصبوا ولاو كيسرقوا وهجموا على امراه وهجموا على راجل وهجموا على حي وشدوا هاد الراجل سلخوه انا كنقول فينا هما هادوك مال السيوف فاش كيخرجوا فاش كيخرجوا الافارقه ولا كيعرفوا يتشكاو يقولك عيطوا على البوليس. فاش تمشي كتحقر ولد بلادك مسكين مول الحانوت البوفري اللي خدام على راسو مسكين مول الحانوت اللي كيعاون في الاقتصاد البلاد كتمشي كتحقرو كتهجم عليه بالجناوه. وفاش كيجي كيجيو دوك لي زافريكا كتلقى تبارك الله الكتاف وعندو البيسيبس ديالو فيها 8 كيلو، البيسيبس 8 كيلو فيها، كتمشي كتضرب البوليس قهرونا اخويا حلوا علينا كثروا اخويا. شاد الحقره ولينا في واحد الزمان ديال الحقره في هذيك البلاد، لا اله الا الله محمد رسول الله، كلشي ولا كيحقر كلشي، الكبير يحقر الصغير، المراه تحقر امها، ما نعرف عليه اللي شافت مراس ما درويشه يمشي يحقروها، راجل درويش يحقروه ولا الحقره. في الاخر نمشيو نتشكاو البوليس المخزن، اش من المخزن واش من البوليس حنا ظالمين، حنا فين كتشكاو كلشي كنمسحوا في البوليس وفي المخزن، المخزن وحنا ما شناش راسنا، حنا باش حنا راسنا كيدايرين ولينا حقاره. باش بنادم يمشي يخدم ويمشي هذا يمشي على الجنوي يهاجم على مول الحانوت مسكين اللي معي تلقى معيش داك مول الحانوت حي هذاك الدوبل كريدي اللي كيعاون في البلاد وكيطلع اقتصاد البلاد ولينا كنحقرو عليه. وفينكم اخويا فاش كيخرجوا دوك لي زافريكا الافارقه؟ ها كتلقى تبارك الله صحيح الكتاف والبيسيبس، البيسيبس ديالو فيها 8 كيلو كتقدروا شي تعرفوا غادي يشدو غادي يبغشك. لكن مسكين مول الحانوت حقرت عليه وكان طلع داك مول الحانوت هو اللي بغزك في الاخر. والحمد لله بعدا كاين الكاميرات، الحمد لله كاين الكاميرات، حيت ما كاينش الكاميرات مع الاسف حتى حنا هذيك البيروقراطيه ديال القوانين ديالنا غادي يديروا ليه تبادل الضرب والجرح. كيفاش تبادل الضرب والجرح؟ اجي شنو عندك انت الجرح هكاك عرض عريا الضرب هاك تبادل الضرب والجرح، خذ انت الجرح واعطيني انا الضرب. كيفاش تبادل الضرب والجرح؟ راه هادشي هو اللي كيشجع هادوك الناس اللي كيتعداو وكيتكرفسو وكيسدو الجناوه وكيمشيو كي هذا، لانكم في الاخر فاش كتشدوهم كتوازنوا ما بين المجرم والضحيه، كتوازنوا كتقول لهم تبادل الضرب والجرح. كيولي الدفاع النفس تبادل الضرب والجرح، يعني شي واحد الا مشى هجم عليك ومشيتي دافعتي على راسك كيقول لك تبادل الضرب والجرح. فلهذا خصك دير فيديو تخرج قبل، دير فيديو تخرج تقول لهم الا شديت شي واحد وفي العص تمو راه هو راه انتم هانتم هذا باش ما يديرش تبادل الضرب والجرح. من الاخر والله يدي ما خلق، وهذه بلادنا ديالنا حنا الحمد لله، ما جاش البراني يدخل، حنا ننتقدوا راسنا، البراني ما عنده ما يدير بيناتنا، شوفوا مشاكلهم، وكما كان الحال بلادنا عسل الحمد لله. فين تبان ذاك البلدان اللي كتقولوا لها انتم بلا ما يجيو هذوك راكم عارفين، مالين الهوكيين يجيو يدخلوا دابا ويبداو يجيو، حنا هاد المشاكل ديالنا حنا الحمد لله، المشاكل انتم المشاكل اللي عندنا حنايا اللي كانت عندنا حنا في 1900 انتم مازال عندكم دابا، حنا حلينا الحمد لله. نرجعوا للموضوع ديال الخطيب، وحنا نيت مع الهوكيين. واحد الفيديو كان منتشر ديال واحد الخطيب في المسجد جالس كيخطب خطبة الجمعة، ف واحد المشهد
مؤثر ومرعب وخطير بزاف. الخطيب كيتكلم على خطبه على الموت، كيتكلم على الموت، على الموت. ف السيد بحال جاتو سكرات الموت في هذيك اللحظه، جاتو سكرات الموت، جلس. جا واحد الشاب بدا كيحاول يعني يقدم ليه يد المساعده وداكشي. المهم في الاخير بان ان داك الفيديو بحال الا السيد جاتو سكرات الموت، بحال الا مات. الحدود مهما تطاولنا، مهما قصرنا، مهما طالت اعمارنا في الدنيا ايها المؤمنون، ليس لنا الا اربعه حدود ان نتعداها ولن نتعداها، هي حدودنا في الدنيا وغدا سنتعداها ونصل الى الموت. اما الحد الاول فهو الى الموت. الموت ايها الاحباب الذي لم يترك صاحبا ولا حبيبا، الذي لا يفرق بين صغير ولا كبير، الذي اخرج الملوك من القصور الى القبور، الذي لم يترك صاحبا ولا حبيبا، الموت الذي لا يفرق بين ذكر ولا انثى، الموت الذي اخرج الناس من غيهم ومعاصيهم وذنوبهم وطاعتهم واسكنهم القبور بالاستئذان، الموت الذي اذا ما حل ضيفا حل عليك اما ان يكون ضيفا خفيفا واما ان يحل عليك ضيفا ثقيلا والعياذ بالله، الموت الذي جاء الى اعظم البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اشتكت به سكرات رسول الله صلى الله عليه وسلم، تدخل عليه بناته فاطمه بنات انتشر داك الفيديو انتشار نار في الهشيم، واحد انتشار كبير. حقا شوفوا الله، انا نيت شفتو وبارطاجيتو، لكن رغم انني ما متاكدش ان راه واش السيد مات، ما كاينش شي معلومات كتقول انه مات. مهم قلت الحمد لله، اللهم ارزقنا حسن الخاتمه. يعني شوف هيبه الموت. انسان هذيك اللحظات ديال سكرات الموت، هذيك اللحظات كتهزم كل شيء، كتهزم داك الجشع ديالنا، وكتهزم ديك النفس الخبيثه ديالنا. لان واحد النهار هذاك اللي واقف كيشوف داك السيده او في داك السيد كيعاني وكيحتضر ديك سكرات الموت، واحد النهار حتى هو عارف ولا هي عارفه، واحد النهار راه غادي تكون في بلاصه ديك المراه. وفي هذيك اللحظه راه ما كيهم لا شحال عندك ديال الفلوس ولا ديال الديور ولا كتعرف فلان ولا فلانه ولا فليني ولا داك التخرميس كله، كلشي ما ينفعش. حيت حاجه وحده تموت وما هزش عليك تافك ذنوب الناس وعرق كتاف الناس، سعادتك اللي تجيك سكرات الموت وانت مرتاح، ما عليكش ذنوب الناس وما واكلش حق الناس الحمد لله. فهاد الفيديو انتشر ديال هاد الخطيب هذا، انتشر انتشار النار في الهشيم. انا شتو هو ما مكتوبش انه واش في المغرب ولا ماشي في المغرب، لكن انا عرفت انه في المغرب غير من خلال حنا الحمد لله كنمشيو في المغرب، كنت كنصلي الجمعه وكنت كنشوف
المزازيد ماشي ديال المغرب تبارك الله الحمد لله كلها كتشابه. تلقى داك القابز وداك الفسيفساء المغربيه وداك المنبر شكل المنبر المغربي كل اللباس وديال سميتو ديال الامام. وهاد القضيه دي حنا زوين حنا في المغرب يوم الجمعه الامام كيلبس واحد اللباس، الخطيب كيلبس واحد اللباس متميز ما كيلبسوش باقي الدول الاخرى. فواضح ان هذيك الحادثه وقعت في المغرب، امام طلع كيخطب جاتو وعكه صحيه نزل من المنبر بانت على انها مات اثناء يعني القائه خطبه الجمعه عن الموت. فانتشر هذاك الفيديو تفاجئنا ان هذاك الخطيب مسكين تخنشل. فيديو متصدر خطيب جزائري ينطق الشهاده لحظه الوفاه من على المنبر يوم الجمعه في انتوفو في مشهد يندلو الجابين. كيفاش مشهد يندلو الجابين؟ كيفاش مشهد مالو مسكين شنو ده؟ خطيب كيخطب صلاة الجمعة جاتو وعكة صحية ما فات شي حاجة. فبسرعة البرق تم تخنشلات الخطيب. لكن غادي نبشركم أن اتصل بيا ولد عمته، ولد عمت هاد الخطيب، وقال لي أن الخطيب راح يرزق، راه السيد راه مازال حي، راه ما ماتش، والاسم ديالو خيري عبد الرحيم. اسم ديال هذا الخطيب هذا خير عبد الرحيم، هو استاذ الماده التربيه الاسلاميه سابقا، وهو الان حارس عام بثانويه ابن هيثم بمدينه وجده. سيد حارس كان استاذ ديال التربيه الاسلاميه وحارس عام حاليا، خدام حارس العام بثانويه ابن هيثم في وجده. الناس ديال وجده غادي يقولوا لنا استاذ الثانويه كاين. المهم انا كنقول لكم داكشي اللي قال لي الاخ، والاخ راه ضرب الصوت ديالو بين الصوت ديالو انه انسان يعني انسان ذو خلق وانسان طيب. الخطيب ديالنا تزاد في 1978، بدا كأستاذ لمادة التربية الإسلامية بمدينة بوعرفة عند تخرجه ومارس التعليم فيها لأزيد من 10 سنوات، ثم انتقل إلى مدينة وجدة. والجامع اللي وقعت فيه هذه الحادثة هو الجامع سميتو عمر بن الخطاب بحي الرجاء في مدينة وجدة، حي الرجاء في الله بمدينة وجدة، حنا تاعنا عندنا في الرباط حي الرجاء في الله. المهم حي الرجاء في الله بمدينة وجدة. دونك السيد مغربي وجدي بور دغيا مسكين تخنجل دغيا تخنجل. هاتي لك اليوم، نتمنى هاد الفيديو ينال رضاكم، تحياتي لكم، تلقوا فيديو جديد. شكرا.